La parodie des genres littéraires à la mode. La parodie est omniprésente dans le conte. Voltaire se sert de genres à la mode pour exprimer le plus efficacement ses idées. Deux catégories littéraires sont particulièrement parodiées, le conte et le roman sentimental. Là, c'est un endroit là, la parodie des genres littéraires. هادشي شنو كيعني؟ كيعني ان فولتير، طبعا احنا ما نحتاجوش نعاودوا الهضره، كنا ندوزو عليها بالتذكير، لان كما قلت لكم كاين اللي تيشوف الفيديوهات بطريقه متقطعه. فاحنا ملي بدينا دابا ليتود ديال هاد لوغ هذا، كنكتشف واحد الحاجه، ان فولتير حتى شي حاجه ما عنده صدفه، وحتى شي حاجه ما كيهضر فيها ديريكت. الناس اللي حضروا معنا من الاول عارفين اننا راه قلنا حتى الغومون فاش تبوبليا المره الاولى ما تبوبلياش في سميه فولتير. يعني اي حاجه قريتيها في كونديد فكر ان فولتير شنو كيبان لك فيها حاجه، وشنو هي في الحقيقه حاجه، وشنو قصد بها فولتير تقدر تكون حاجه اخرى. دونك هنا ملي نجيو نقولوا لا بارودي دي جون ليتيرير على مود، كنقصدوا بها ان لو كونت كامل كنلقاو فيه هاد بحال نقولوا لو ستيل ولا الطريقه ديال الكتابه. وهنا كما قلنا انه واخا تنقول على كونديد كونت فيلوزوفيك، ولكن راه اوسي كاين سكون ابل لو رومون سونتيمونتال. سي با سي الناس اللي متبعين الدروس ديال القناة، هنا نحيي لكم على واحد الدرس اللي هو اللي هضرنا فيه على لي جونغ ليتيغيغ، وهضرنا فيهم من سميتو على لاباغودي. لاباغودي هي اننا كنشدو واحد الفكره اللي هي نوبل، وكنربطوها بطريقه يعني في الكتابه ديالنا بطريقه فيها شويه ديال الضحك. سي با الناس اللي شافوا دون كيشوت مثلا، دون كيشوت هذاك هو باغودي. علاش؟ لان شدينا لاكيت ديال لي شوفاليي وشي حاجه اللي كانت سميتو، وسقطناها على واحد البيرسوناج اللي ديك الساعه كان احمق، او لا بغى يبينوا لنا الكاتب على اساس انه احمق. فهذه هي لا باغودي، كنشد واحد الفكره اللي كتكون اسي نوبل، يعني عندها واحد القيمه عاليه، ولكن حنا باش كندير لها اسقاط في الكتابه ديالنا بحال تقدر تكون ماشي هزليا، ولكن اننا كنقصوا من القيمه ديالها. هذه هي لا باغودي. فكما قلنا عندنا جوج ديال لي كاتيغوري ليتيرير، لو كونت اي لو رومون سونتيمونتال. اول واحد غنبداو به هو لو كونت. لي كاركتيريستيك دي كونت سون تابسيرفي توت اون ايتون بوسي ا ليكستريم. كيفاش كنشوفوا الخاصيات ديال لي كونت وكيفاش كيتشافوا لنا انهم شبههم فولتير ليكستريم، يعني ابعد حد. Le monde initial du château rappelle l'univers des contes de fées. يعني البدايه باش بدينا القصه باللو شاتو كيفكرنا في الحكايات ديال الف، نقولوا حنا بالعربيه ديالنا الف ليله وليله، لي شاتو لي زوينين. L'élément perturbateur qui que constitue le baiser échangé avec Cunégonde pousse le héros à chercher un rétablissement de sa situation initiale. هنا كنقولوا ان شنو هو ليليمون اللي بيرتورب لينا هذاك لو كونت دو في اللي كنا عايشين فيه، هو داك لو بيزي اللي كان متبادل ما بين كينيغوند وكونديت، اللي ولا كيقلب على ان ريتابليسمون ديال لا سيتوياسيون انيسيال. شنو هو؟ كيقلب انه يرجع للحاله البدئيه اللي كان عايش فيها بحال ان كونت دو في. S'adjoint alors le genre du roman d'éducation, puisque Candide évolue grâce à la multitude d'épreuves qu'il traverse. هنا كيبدا لنا يعني كنزيدو لهذا الرومون ديالنا انه رومون ديدوكاسيون. علاش؟ لان اللي تبع معنا وشاف كيفاش هضرنا على ليفولوسيون غير في اللي قبل، هضرنا على ليفولوسيون دي بيرسوناج، هذه هي ليفولوسيون دي بورتون. علاش كنقولوا رومون ديدوكاسيون؟ حيت لي بيرسوناج فيه ايلز ايفولو، يعني كيتطوروا. يعني كونديد هاد المشاق اللي دوز عليه خلاهم انه يفولوي، يعني انه يتطور من راسو ويطور الافكار ديالو. il comprend mieux le monde et acquiert une autonomie. كيف ولا كيفهم العالم مزيان وحصل على واحد لوتونومي. كيفاش نقول لكم لوتونومي؟ هو بحال الاعتماد على النفس، انك وليتي انت كتجري راسك براسك. ainsi la matière semble correspondre à l'idéal auquel parvient le héros après de multiples tribulations. يعني ديك الجاردان فينال اللي وصلوا ليه هو كيقرب شي حاجه ايديال، سيغت ما كيقربش لو شاتو اللي هو ولا تيعرف كونديد انه راه ماشي شي حاجه ايديال، مي
منين كدوز من الحروب مع ليبيا وكدوز عند اللي قالوا وكدوز هنا وكدوز ليه سوف لي غادو هو اللي كانت فيه شي حاجه زوينه اللي دوزها كونديدا، اما باغ سا فهو داز في شي بلايص اللي هما خايبين. دونك ملي كتعطي ان جاردان كولتيفي سي با ليديال، مي راه احسن حاجه ممكن يلقاها. ايون تو بيردو اي فيني بلوز اورو اونكور كو ديبي، واخا هو فقد كل شيء سال القصه وهو اكثر سعاده من البدايه. En plus d'avoir retrouvé celle qu'il a aimée, plus un autre avec une gonde, il a cœur, une quiétude et une forme de bonheur. Mais à la différence du conte traditionnel, les péripéties sont volontairement et vraisemblables et exagérées. Les péripéties, je ne comprends pas les péripéties. الناس اللي كاين واحد الدرس راه سميتو الشيما اكتونسيال اللي قلبتو في لاشين غادي تلقاه اللي كنهضرو فيه على لو شيما لو شيما ناراتيف. هاد لو شيما ناراتيف كيكون فيه كيبدا سيتوياسيون انيسيال كيجي موراها اليمون بيرتورباتور، من بعدهم كيجي هاد اليمون بيرتورباتور كي بروفوكي لينا سكون نابيل لي بيريبيسي. دونك هاد لي بيريبيسي اللي ترتبوا على الخروج ديال كانديد من الشاطو بحال تيقول لك ils étaient exagérés، فهمتيني؟ بحال خرج هو من السعاده المطلقه الى الشقاء المطلق، ماشي كان هناك تدرج تزنى من هذه لهذه، لا تاز هو من هنا تدخل في الحرب حتى هذا ولا كيموت حداه. شوف مثلا كينيغوند من واحد البنيسه صغيره زوينه لواحد الكروس ليد، حتى المواصفات ديالها تبدلات كومبليتمون. لامور دو كينيغوند سو ترانسفورم اون بيتي، حنا مازال فيه الانسان اللي كان تيبغيها ولا تيشفق عليها. Et le bonheur se réduit à manger. Et pour lui, le bonheur, des cèdres confits et des pistaches. Cette fin n'a rien de commun avec l'épilogue des contes, qui offre aux héros de nombreux enfants, la richesse, la royauté, d'autres caractères propres à faire rêver. Ça veut dire que les contes, les adines, كنلقاو كل حاجه. هاد الجمله اللي قلنا الاولى كل حاجه مشات ليكستيرن ليكستريم باردون ليكستريم، اننا لي بيريبيسي ماشي شي حاجه اللي حنا لا مش هو ليكستريم، ماشي لا رجعنا وكينيغوند باقا زوينه وكيبغيها ولد وليدات وعاشوا مزيان، نو لا كينيغوند ولات ليد هو كان تيبغيها ولا تيشفق عليها. البونور عنده غيلقى ما ياكل اي شويه البيستاش هذا بخير، واخا البيستاش حنا عندنا غالي. العكس تماما، دوك لي فان اللي كنعرفو ديال لي كونت ما كاينينش عندنا في كونديد. كونديد اي روندو او موند افيك اون رياليتي فخواد اي ابخيوندي، سا فو دير انه ردينا للعالم ماشي بداك العالم المتول وشي حاجه اللي زوينه وشي حاجه اللي واعره، لا ردينا اون مانيير فخواد بارده ما فيهاش شي حاجه دو ميرفيو. لوي كي نا با était capable de se satisfaire de l'Eldorado. يعني هو ما قدرش يكون ساتيسفي حتى هو في الإلدوغادو. الشابتر 18 parvient à une vie certes sage mais finalement modeste. فعلا هو في الاخر ولات عنده واحد الحياه فيها واحد من الحكمه، الطريقه باش هضر في الاخر الشابتر لا بريفالور دو ترافاي، الطريقه كيفاش ولا كيهضر سيغت انه واحد الحاجه بحال ولا فاهم الحياه. مي مودست متواضع، واخا حنا عندنا متواضعه في لي تيرم ديالنا ما كتعنيش حاجه فرنسيه، متواضعه حنا عندنا كتكون شي حاجه اللي زوينه الى حد ما. كنقولوا حياه متواضعه كتحس فيها الاساسيات كاينه فهمتيني وتا شويه الكماليات، لكن مودست في اللغه الفرنسيه فهما تيقصدوا بها شي حاجه اللي بريسك مينابل فهمتيني، يلاه طالع من المينابل بشويه. فلذلك سخت حنا مشينا في هذه الكاتيجوري ديال اننا كنحاولوا نبسطوا الافكار ونفهموهم بالدارجه ديالنا، ولكن تنعاود نقول الا كاين هذا السيبور قدامك الفرنسيه خصك تعاود تقرا بالفرنسيه، خصك تقرا لوفر ديالك فهمتيني، وحنا غنحاولوا كما درنا مع لي غومون ديال السيزيام غنعاودوا هذا الشيء كامل اللي قلناه بالدارجه ديالنا غنعاودوه بالفرنسيه، لان حنا الهدف ديالنا هو انك تفهم، لكن باش تعبر على راسك راه خصك تكون فاهم شنو كيتقصد بهذا الشيء في اللغه الفرنسيه. هادشي علاش يقدر يدير لك اشكال، ما نقولوش اننا راه غنفهموا الغومون باللغه ديالنا 100%، ولكن ديك 70% اللي غتخليك ملي تمشي تقراه بالفرنسيه
ما تكونش جاهل كومبليتمون وعاد ترجع. يعني انا ندير واحد المعرفه، يعني واخا بان لكم الدرس راه دابا راه ممكن نوصلوا فيه حتى 100 فيديو، ولكن المهم عندنا هو ان هاد الفيديو كاملين انهم يتشوفوا غير مره واحده، ماشي خصك ضروري تعاود تمشي تبقى تشوفهم وتعاودهم، لا تشوفهم مره واحده تاخذ لي نوت ديالك وتمشي دير ان ايتود باش داكشي اللي فهمتيه خصك تحاول تلصقو في الدماغ ديالك باللغه الفرنسيه، لان هي باش غتجاوب. Le merveilleux du conte s'abîme alors dans une série de déceptions poussant le lecteur à remettre en question ses propres illusions. شنو الهدف اللي عند فولتير؟ انه كتحس بيه بحال خرج لكم واحد لو كونت فهمتيني، وخلاك انت كتكبر الانتظارات ديالك، كتقول اه غادي يرجع غيتلقى مع كونيدين مع كينيغوند وغادي يعيش واحد الحياه مزيانه وغادي 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 وغادي، ولكن هو تيجي تيحطك قدام الامر الواقع. هلا بك ولا دايره الخدمه شويه ما يتكال والحياه مزيانه، يعني كيردك انك انت ليكتور كتكونفرونتي، كتولي انت واحد الكونفرونطاسيون اللي كتخلي تعاود تفكر لي زيليزيون ديالك. علاش؟ لانه خرج لك واحد العالم ديال الموت وانت كتبقى تقول هذا العالم مزيان وكذا، واحد النهار غادي يرجع ليه، هو كيردك ان ربما الحياه ما تردكش ليه وان ربما ما كانش شي حاجه مزيانه. وهذه هي القوة ديال لي زوغ اللي كنهضروا عليهم، لا فيكتور هيغو، لا أنتيغون، لا بواط ميرفاي، لا دابا كونديد، لا إلي تيجي جون فوا أن فيو كوبل أوغو، لا لو بير غوريو، هادو كلهم دي رومان كي نو سون با فاسيل أسومي، يعني ماشي ساهلين باش تلصقهم في دماغك وتفهمهم وتعرف تجاوب عليهم. وطبعا حنا ماشي أون فيز لا بيرفيكسيون، مي أنا ديما كنحط يعني في تنحط قدام عينيا انك تحتي في استاذ فاهم، تحتي في استاذ عارف اش كيقول، تحتي في واحد حط الاسئله بناء على انه فهم كونديد فهمتيني. اما ماشي غنحقر من شي واحد، اما الا جيتي شي واحد يعطيك اسئله سامبل ما عندهاش واحد الابعاد راه اتفق معاك، ولكن تحتي في واحد فهم ان هذا سي ان كونت فيلوزوفي. يعني راه كاين الدروس ديال في القناه المنهجيه الفلسفيه، يعني الا مشيتي شفتي درتي التقاطع ديال الفلسفه والحكايه راه هي كونديد. ماشي بغيت نخلعك، بغيت نقول لك ان ديما خصك تتعامل مع الخصم ديالك باحترام. كونديد غتكون في المواجهه ديالك في امتحان الا كنتي في باك ليبر، واذا كنتي متمدرس غتكون في مواجهتك بزاف ديال الفروض. اذا كنتي هدفك تجيب نقطه مزيانه سواء هنا سواء هنا، فكنصحك انك تتعامل معها باحترام وانك تعطيها وقتها وتحاول تفهمها. La deuxième catégorie, le roman sentimental. Le roman sentimental est également tourné en dérision. Kinigonde est l'objet du désir qui pousse Candide à tuer, à fuir et à quitter l'Eldorado. Hatta le roman sentimental, nous connaissons que c'est ça, 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 Voltaire, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. لان كونديد اللي هي لوبجي ديال لو ديزير شنو خلات؟ خلات كونديد انه يقتل ويهرب ويكيتي للدوغادو، ملي تنقولو للدوغادو يعني بحال تنقولو جنة في الارض، خلاها علاش؟ على ود، وقتل على ودها وهرب على ودها. توجور تورني فيغ سيت امور انكسيسيبل إل نو فوا كيل اون بارتي سون دوت كار لا في دي بارون اي لا سول فام دو سون اج اون سا بريزونس. Toujours mu par le désir de la retrouver, elle est déçue à la fin de sa quête. C'est quand même le roman sentimental qui est dans la quête d'elle, Candide, l'Antigone, elle nous dit mais c'est qu'elle est là. Est-ce qu'il est déçu à la fin de la quête? Mais il va la découvrir vieille et acariâtre. L'a-t-elle toujours été ou bien c'est évolution est-elle le fruit des erreurs, des horreurs subies? هنا تيبدا يسال، تيبدا يقول او واش هاد السيده هادي، هاد لو فيت انها انا خليتها في لاج ديالي ملي رجعت لقيتها فياي ولاد عندها بزاف ديال المشاكل، واش هاد الشيء واش هي كانت ديما بحال هكذا لكن هو كان تيشوفها بطريقه زوينه، او هاد الشيء ناتج على لي زوغور سوبي، يعني على الحوايج الخايبه اللي دازت عليها. بو امبورت
كما كان الحال كونديد كومبرون ليلوزيون دو لامور ادوليسون اي بورسوا اي بيرسوا الوغ لا فانيتي دو ساكيت. هنا كيفهم كونديد انه الي تي ان ادوليسون يعني مراهق، ولا الحب ديال المراهقه بعض المرات تيكون مبني على واحد لي كريتير اللي تيكونوا ماشي حقيقيين، ولا داكشي اللي كتشوف دابا ما كيكونش هو الحقيقه. سواء لوم ولا لا فام، اي وحدين في هذا لاج هذا كيشوفوا شي حوايج، ولا كيجيب لهم الله انهم كيشوفوا شي حوايج في الانسان الاخر اللي كيخليهم متعلقين به لواحد الدرجه. لكن ملي كتيفوليو الحياه بهم، فهمتيني، هنا كاين جوج حوايج. واش الحياه حيت فيها مصاعب هي اللي كتخلينا داك اللي كنا كنشوفوه بواحد الطريقه كنوليو نشوفوه بطريقه اخرى، او هو راه ديما كندير بحال هكذا، لكن حنا فاش كنا ادوليسون لا بيرسيبسيون ديالنا دي شوز نيتي با اسي كوريكت. Pour cette morale à l'encontre des romans sentimentaux, Voltaire s'amuse à détruire les rêves qui éloignent du réel. يعني هنا كونديد كما العاده فهو كيدمر اي فكره عن قصد، طبعا لانه هو عارف اش كيقول وعارف اش كيكتب، وهو كيستمتع انه يدمر الاحلام اللي كتبعد على الحقيقه. يعني هو الهدف ديالو في كونديد انه هو غادي بينا في الطريق ديك الرحله مع كونديد، اي حاجه كتهاجمنا من لو موند ايماجينير ولا لي زيلوزيون ديالنا انه تيحاول يهدمها شيئا فشيئا، ابتداء من مظاهر الحياه السعيده اللي ولا هو في الاخر كيقتصرها غير على انك ما تلقى فين تاكل وفين تنعس، مرورا بال فيزيك ديال لي بيرسوناج، انك كتشوف انك كونديد كان تيشوف كاين الكون زوينه في الاخر يتلاقى معاها غادي يعطيها مواصفات كلها كتنم على انها خايبه، انتهاء بلو لاموخ اللي هو ان سونتيمون نوبل اللي هو في الاخر غادي يقول لك لا راه بوتيتر لا بوتيتر هذاك لو سونتيمون حتى هو غلط، حتى هو لو جوجمون فيه راه ماشي صحيح، حيت ملي غيولي كونديد دي يقول واش كاين ايغون كانت بحال هكذا من الاول وانا ما كنتش كنشوفها، صافي دير كي غومي اون دوت سون امور بوغ ايل. وفي نفس الوقت لو فيت دو دير اسكو سيتي دو او زورور سوبي، راه حتى هو دازو عليه هاد لي زورور، حتى هو دازو عليه هاد الحوايج الخايبين، مي بوكوا لوي نا با شونجي. ولكن واش قالنا فونتيغ على كونديد انه اذا شونجي ولا نو، ما هضرش على لو فيزيك ديالو، لان كما قلنا في لي بيرسوناج كونديد فولتير كل بيرسوناج كيعطيه واحد لو كاركتير، فهو كيركز عليه وكيدينيغري كومبليتمون لي زوتر كاركتير، ولا تيحيدهم كاع لي زيكسكلو، تيحيدهم كاع من قدام عينيه، لانه تيبغي نبقاو مركزين على حاجه وحده. هو بغانا نبقاو مركزين على ان كونديد هو انسان نايف ساذج، نيه كيتيق شنو كيشوف، وهاد السيد هذا مع مرور الحياه غيبدا يطور حتى غتولي عنده اون سيغتان ساجيس، يعني غيولي عنده واحد النوع ديال الحكمه، فتا هو تطور. ولكن واش هنا بغا يقول لنا فولتير انك ملي غتولي حكيم غتولي تعرف ان داك الشيء اللي كان عندك في المراهقه فهي مجرد هرطقات، او لا راه داك الشيء اللي كيدوز على بنادم في الحياه هو اللي كيبدلو وكيكون في واحد البلاصه وكيبطل واحد البلاصه اخرى، ان لو باغادي كو نو شيرشون توس بوتيتر ما غنلقاوش، وان بوتيتر الا فكرنا مزيان راه لو فري باغادي كاين في دي شوز سامبل انسي دو سويت. يعني هادشي علاش كنلقاو ان كوندي ان فولتير في الكتاب ديالو، وعلاش سي ان كونت فيلوزوفيك بامتياز، انه ديما كاين شي حاجه ما وراء السطور، كاينه شي حاجه بغا يهضر عليها فولتير وهضر عليها، حنا شفناها ولا ما شفناهاش سا ديبون على الفهمه ديالنا شنو فهمنا وكيفاش بغينا نشوفو لو رومون. و بيرسونيلمون وانا انا يعني قريت لو رومون يعني، ولكن بيرسونيلمون وانا كنكتشف انني ما قريتوش انني محتاج نعاود نقراه، وسيرمون ان شاء الله باذن الله اذا عاود شديت الرومون وعاود قريته ما غنشوفوش بنفس الطريقه باش قريته المره الاولى، لان دابا سانسيرمون انا كنهضر عليه ولا كيبان لي بطريقه اخرى. وجو سي با الناس اللي تبعوا معنا الفيديوهات من الاول حتى الاخر واش بداو حتى هما كيحسوا بحالي، سيرتو الا تصادف ان الفيديوهات كيتحطوا مع كنهضر اكثريه مع المتمدرسين، لانهم في هاد الوقيته تيقراو لوفغ ديال كونديد، مي الناس ديال الباك الحر
اضطر لهم هذه القضيه الا قراوا القصه قبل ما يبداو يسمعوا الفيديوهات ومشاو دابا يعاودوا يقراوها، ولا الا كانوا تيقراوها اون باغالي. وكننصح زعما من قلبي الخالص قراوها اون باغالي باش غتشوفوا كل حاجه كنهضروا عليها غتشوفوها في لوفر.